السلام عليكم. النهاردة هوريكم ازاي تعملوا سندوتشات الفياجرا المشوي اللي بتجيبوها من عند كوك دور، بطعم رهيب ورائع بجد، حلو جدا وارخص بكتير من بره. هنحتاج ملح وفلفل وكمون وشطة وكزبرة مطحونة وتوم بودرة وبابريكا وتوم مفروم وفلفل اخضر مفروم ومعلقتين كبار صويا صوص النوع الفاتح ومعلقة زيت. وهنحضر طبعا عندنا حوالي 700 جرام من السي فود. يعني انا هنا جايبه كاليماري متقطع وجمبري متقطعين مقاسات يعني تكون قريبه من بعضها، وهنرش عليهم كل البهارات اللي احنا قلناها دي اللي انا كاتباها لكم بالتفصيل، ومعاهم الثوم والفلفل الاخضر. طبعا لو حابين تزودوا شطه زودوا حسب ما بتحبوا حراق قوي ولا لا. هم هنحط معلقتين كبار من الصويا صوص الفاتح مش الغامق، هنحط عليهم معلقة كبيرة زيت ونقلبهم في بعض. هنسيبهم 10 دقايق بس مش كتير. بعد ما نقلبهم خلي كل البهارات تمتزج مع السي فود اللي عندنا او الجمبري والكاليماري المتقطعين. وفي طاسة سخنة على النار هنحط شوية زيت وهننزل كل المكونات دي. الحاجات البحرية ما بتقعدش على النار كتير فما تطولوش وقت قعدتها، يعني مجرد ما تبتدي تغير لونها هتلاقوا الجمبري لف على بعض كده تعرفوا ان هو خلاص دخل في السوى. كده خلاص كل اللون اتغير وشايفين الجمبري لف على بعضه كده، ما تخليهوش يلف قوي. خلاص هنحط على طول الخضروات المتقطعه اللي احنا مجهزينها من قبل كده، هي بصل وفلفل الوان طبعا الكميه حسب ما بتحبوا، يعني واحده من كل نوع، واحده متوسطه من كل لون والبصلايه متوسطه. وهنقلبهم يا دوبك تقليبتين مش هناخد اكتر من دقيقتين علشان السي فود ما ياخدش سوى زيادة. ودي الكابوريا اللي هي بتتباع مع الكولد كاتس او في تلاجة الجبنة كده، انا جبتها وقطعتها حتت صغيرة. هنحطها بس يا دوبك تدفى مع الحاجات دي تاخد درجة حرارتها. هنحط شوية صويا صوص زيادة، صويا صوص الفاتحة عشان تدي ملوحة لبقية الحاجات اللي زودناها، الخضار اللي زودناه عشان احنا ما حطيناهوش ملح، فالصويا صوص فيها ملح كفايه. كده خلاص الطبق بقى جاهز، ما خدش وقت خالص يعني اقل من 10 دقايق. هنحضر بقى الصوص اللي هنحطه في السندوتشات، عباره عن مايونيز ومستردة وكاتشب. نقلبهم كويس كده جاهزين. هندهن بيهم العيش من جوه، عيش السندوتشات الكبير، هاتوه بقى بالسمسم او من غير سمسم زي ما تحبوا، السمسم بيدي طعم احلى يعني لما يتحمص خصوصا في الفرن. هندهن السندوتشات كويس من جوه ممكن تحطوا على الصوص ده معلقه صويا صوص برضو تديله نكهه حلوه، بس ما تكتروش عشان ما يبقاش سايح. كده السندوتشات جاهزة، نحط فيها الحشوة بتاعتنا. لو انتوا شايفين الجمبري بتاعكو كبير مش صغير ممكن تقصوه بالمقص او تقطعوه حتت صغيرة. هنحاول بقى نوزع من كل حاجة في السندوتش في كل من كل المكونات يعني. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو لو عجبكم. ادي واحد جهز، هنعمل التاني كمان.
نحاول نوزع المكونات في كل سندوتش، ما يبقاش حاجة يعني نوع واحد في كل حتة، لا وزعوا المكونات بتاعته. بجد طعمه حلو جدا، احلى من بره بكتير، جربوه مش هتندموا حقيقي يعني. بس كده خلاص بقى جاهز، هنحطه على ورق زبدة على صينية فرن، وهنحط عليه جبنة من فوق، ممكن ميكس جبن او موتزاريلا. توصوا بقى وانتوا بتحطوا الجبنة، احنا ممكن ندخل الجبنة جوه شوية في الساندوتش وندخله الشواية اللي هي اللي بالكهرباء اللي بتتقفل على الساندوتشات، او ممكن ندخله تحت شواية الفرن ياخد لون وجبنة تسيح، وده اللي انا هعمله النهاردة، هدخله في الفرن عشان الجبنة تسيح والعيش يتقرمش، والسمسم كمان لما بيتحمص بيدي طعم حلو قوي. خدوا بالكم برضو هو في الشواية ما تسيبوهوش كتير، وتبقوا ملاحظينه وما تمشوش وتسيبوه، مش هياخد وقت في الشواية خالص، وطلع شكله روعة بجد وطعمه حلو قوي. يا ريت تشاركوا الوصفة مع أصحابكم، وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان تدعموا القناة، عشان ده بيشجعنا نعمل فيديوهات أكتر. شكرا على المشاهدة.